في اوراق العراق المختلف عليها تبرز جديدا ورقه الامن الغذائي مشروع القانون الذي طرح من اروقه الحكومه مشروع ترى فيه انه يواكب معالجه الازمه التي احدثتها حرب روسيا على اوكرانيا وتبعاتها من ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائيه. واجه المشروع عددا من الانتقادات التي ذهبت الى تفسيرات ترى فيه عدم الوضوح المطلق او التخوف من ان يكون بديلا عن موازنه 2022، سيما انه مقترن بالنظره الاولى على تامين حاجه الغذاء للمواطن العراقي. قدم مشروع القانون إلى مجلس النواب بدواع ملحة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة الأسعار العالمية لكن بعد شد وجذب قدمت اللجنة المالية النيابية مقترحا جديدا للأمن الغذائي بديلا عن ذلك الذي قدمته الحكومة دعت فيه لجنة الكتل السياسية وأعضاء البرلمان إلى المشاركة البناءة في إنضاج القانون بعنوان إبعاد شبح الجوع وتردي انقطاع الكهرباء سيما مع دخول موسم الصيف اللاهب في البلاد ونصت وثيقة اللجنة على تولي وزارة المالية إنشاء حساب يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر. يمول الحساب بما لا يزيد عن 25 تريليون دينار عراقي من الأموال الموجودة في وزارة المالية الفائضة عن إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المحلية ومن المنح والمساعدات وتمول تلك الأموال لمشروعات الوزارات والمشروعات الخدمية الجديدة وما تقدمه وزارة التخطيط من تخدم المحافظات آراء قانونية ذهبت إلى أن مجلس النواب لا يخالف قرار المحكمة الإتحادية إن بادر بتشريع القانون لأن قرار المحكمة لا يخص قانون الأمن الغذائي بل يخص تقديم الحكومة مشروع القانون على وجه الحصر وفي جلسه مجلس النواب الثامنه التشريعي الاول للسنه التشريعيه الاولى للدوره الخامسه انهى البرلمان القراءه الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنميه ما يفتح الباب مجددا امام دراسه بنود المشروع بما يخدم العراقيين ويتناسب مع الصالح العام للبلاد